انت فينك يا راجل؟ اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن اساليب وتقنيات تدريب قوية جدا للبناء والتحمل العضلي والقوة. هسيب لك لينك الحلقة اللي فاتت اسفل الفيديو. في حلقة اليوم هنتكلم عن اساليب وتقنيات تدريبية جديدة. قبل ما نبدأ عايز اقولك ان في خصم كبير قوي انا دلوقتي عامله على اشتراكات التدريب الشخصي. لو عايز تعرف اكتر عن التدريب الشخصي وازاي ان انا هكون معاك يوميا بعمل لك برنامج تدريبي وبرنامج غذائي مخصوص ليك، ادخل على موقع الظاهر دلوقتي على الشاشة هتعرف كل التفاصيل. اي مشكلة كانت عندك بتواجهك بالنسبة للدايت وبالنسبة للتمرين انساها، انا معاك بداية من النهاردة. مستني ايه؟ ادخل على الموقع وتعرف على اخر العروض والخصومات. النهاردة هنتكلم مع بعض عن اساليب قوية جدا وفعالة في البناء العضلي. التقنيات التدريبية اللي هنتكلم عنها وظيفتها الاساسية تخطي مراحل الثبات وزيادة القوة والتحمل والحجم العضلي. اسلوب تدريبي نيجاتيف موف. ازاي نتمرن باسلوب النيجاتيف موف؟ النيجاتيف موف يعني الحركة السلبية. دايما اي حاجة احنا شايلينها وبننزلها ببطء بيبقى فيه مقاومة اعلى، صح ولا لا؟ تخيل انك شايل كده وزن تقيل على ايدك وبقولك نزله بالراحة، ما تستعجلش وانت بتنزله، اكيد هيبقى فيه مقاومة عالية، صح؟ هو ده فكرة النيجاتيف موف. وعشان نشرحه بشكل احسن هنضرب مثال. هنتمرن تمرين باربل بنش بريس، ضغط بالبار على الصدر. طلعنا بالبار بعيد عن الصدر، يعني زقينا البار بعيد، دي اسمها حركة ايجابية. حركة ايجابية بناخدها في مقدار عدتين. يعني ايه عدتين؟ يعني بتيجي في دماغك كده وتقول ايه وانت طالع بالبار؟ 1 2. ما بتطلعش بسرعة قوي ولا بتطلع ببطء، لا بتطلع 1 2، تمام؟ وانت نازل هي دي اسمها النيجاتيف موف، الحركة السلبية. عايزك بقى هنا ايه؟ تاخد نفسك كده وبالراحة وانت نازل تنزل لي في 4 عدات. يعني وانت نازل بالبار تعد كده في دماغك 1 2 3 4. هتقول لي دي صعبة، اقول لك ايوة صعبة. رياضة كمال الاجسام اصلا والتمرين بالاوزان يعني معناها مقاومة، اسمها تمارين مقاومة. لو مفيش مقاومة يا بطل مش هيبقى فيه نتيجة. النيجاتيف موف يعني مقاومة عالية، لانك هنا بتكابح الجاذبية الارضية. الجاذبية الارضية عايزة تشد الوزن ده لتحت وانت تقول لها لا انا مش هنزله غير بمزاج انا بعد الاربع عدات اللي انا بعدهم في دماغي 1 2 3 4، وتطلع تاني وتنزل 1 2 3 4 لحد ما تجيب العداد بتاعتك. الاساليب يا بطل اللي اتكلمنا عنها هتفرق معاك جدا في القوة والتحمل والحجم العضلي. المهم انك تطبقها زي ما شرحت بالظبط. ان شاء الله هنكمل مع بعض الكلام عن باقي الاساليب في الحلقات القادمة. لذلك احرص انك تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان خاطر يوصلك اشعار بالحلقات الجديدة ان شاء الله. نبذة سريعة عن خدمة التدريب والمتابعة الشخصية اللي بقدمها. الاول اعرفكم بنفسي، انا اسمي محمد شوقي، شغال مدرب رياضي بقالي 10 سنين تقريبا. الحمد لله حاصل على اكثر من شهادة واعتماد دولي كمدرب رياضي. انشأت قناتي على يوتيوب من 2015 والحمد لله لحد النهاردة القناة مستمرة فيها اكتر من 200 فيديو واكتر من 200,000 مشترك. خدمة التدريب الشخصي والمتابعة اللي بقدمها لك بتكون اونلاين من خلال الانترنت، يعني مش شرط ابدا ان انت تكون موجود داخل الدولة اللي انا موجود فيها، مش شرط نكون موجودين في نفس المحافظة. بنتواصل ازاي مع بعض؟ بنتواصل عن طريق برنامج خاص بالمشتركين معايا، بيكون ليهم برنامج مخصوص بالتواصل ما بيننا، تواصل نصي وصوتي واحيانا مرئي لو تطلب الامر. بتقدر تتواصل معايا على مدار ال 24 ساعة بعدد اسئلة غير محدود. بعد الاشتراك ببعت لك ملف فيه عدد كبير من الاسئلة بيعرفني كل حاجة تخص طبيعة جسمك واسلوب حياتك، زي مثلا سجلك العلاجي وطبيعة يومك وطبعا قياسات جسمك ومستوى النشاط اليومي واسلوب تمرينك السابق او الحالي. اسئلة كتير جدا تقريبا بيكونوا 3 صفحات. بصمم لك البرنامج التدريبي بتاعك والغذائي بتاعك مخصوص ليك انت وبشرحه لك وبنبدأ نتابع مع بعض بصفة مستمرة. طبعا البرنامج التدريبي والغذائي بيكون متغير ومتنوع. اللي متابعني منكم عارف كويس قوي ان انا بنزل وصفات واكلات متنوعة، انا ضد الحرمان تماما، لذلك بكون حريص ان نظامك الغذائي بيكون فيه القيم الغذائية الكاملة اللي جسمك محتاجها من بروتين وكارب وفات وفي نفس الوقت
الوقت بيكون طعمه حلو، وده كله طبعا بعد ما بحسب لك سعراتك الحراريه والماكروس بتاعك. البرنامج التدريبي مش مجرد ان انا ببعت لك اسماء التمارين وخلاص، لا طبعا انا رافض ده تماما. البرنامج التدريبي بيكون مصور وكمان متاح بالفيديو، بحيث انك لو حبيت تشوف اداء التمرين في اي وقت هيكون موجود ومتوفر. هل لازم تتمرن في الجيم؟ لا مش شرط، انا بصمم لك البرنامج التدريبي بتاعك حسب اللي متوفر عندك من الادوات، سواء كانت الادوات ديت ادوات بسيطه موجوده عندك في البيت او ادوات جيم كامل. لو انت حابب تاخد مكملات غذائيه بحط لك المكملات الغذائيه اللي جسمك محتاجها بس ومش اكتر منها، وبحدد لك كمان الجرعات بتاعتها وطريقه تناولها. هل الاشتراك بيكون للرجال بس؟ لا طبعا الاشتراك متاح للرجال والسيدات كمان، ومهما كان عمرك ومكانك انت ممكن تشترك. اهلا وسهلا بيك. الحمد لله من الحاجات اللي بنفرد بيها وتميز بيها وده بشهادة المتابعين والمشتركين معايا هو المتابعة المستمرة مع المشتركين، ان انا بكون على تواصل دائم معاك يوميا ودايما بكون موجود للرد على استفساراتك مهما كان سؤالك وفي اي وقت خلال اليوم. ومش بس كده، ده انا كمان بشرح لك البرنامج بتاعك وبتابع معاك فيه، ولو حبينا ان احنا نغير فيه اي حاجة ممكن نغيرها في اي وقت. البرنامج كمان بيكون مصمم ليك انت بس، لطبيعة جسمك انت بس. الحمد لله ان من الحاجات اللي بتميز بيها كمان اني تكلفت بانشاء ابليكيشن خاص بالموبايل ممكن تنزله على تليفونك الاندرويد او تليفونك الابل الاي او اس. الابليكيشن دوت من خلاله هيكون ليك حساب خاص بيك انت بس، بنزل لك عليه البرنامج التدريبي بتاعك زي ما قلت بالصور والفيديو، وبتقدر كمان تدخل عليه الاوزان والعداد اللي انت نفذتها في التمرين. وبتلاقي على الابليكيشن كمان بنزل لك البرنامج الغذائي بتاعك بالمواعيد والشرح المفصل بيه، وكمان بتلاقي على الابليكيشن ان انت ممكن تحط الداتا بتاعتك كلها، صور بتاعتك افتر وبيفور. الابليكيشن فيه مميزات رهيبة مش هيسعى الوقت ان انا اشرحها كلها دلوقتي. للاشتراك ممكن ترسلني على الواتساب اللي ظاهر على الشاشة او تنزل تضغط على اللينك اللي موجود تحت الفيديو، او برضو ممكن تدخل على موقعي mshawqi.com.